وفي تاني ايام التصويت للمصريين في الخارج الادلاء باصواتهم في صناديق الاقتراع لاجل استحقاق دستوري الا وهو الانتخابات الرئاسيه. ده شيء اكتر من عظيم بالمناسبه. ليه؟ خد بالك انه كل الناس اللي احنا كنا بنكلمهم من ممثلين الجاليات المصريه النهارده الاسبوع اللي فات وما الى ذلك بيتكلموا انه العالم كله بيتفرج وبيشوف، والوكالات الصحفيه تنقل. احنا بنوري لكم بالمناسبه مجموعه من المشاهد من السفارات والقنصليات بتاعتنا بره، وهتلاقوا كل مربع من دول مكتوب عليه اسم المدينه او الدوله الى اخره. الوكالات بتنقل، العالم بيتابع بيشوف، لأنه الناس دي يهمها تشوف التجربة الديمقراطية المصرية ماشية ازاي، التجربة السياسية بتاعت الجمهورية الجديدة ماشية ازاي. هو ممكن ما يبقاش مشغول قوي بالمصطلح بتاعنا ألا وهو الجمهورية الجديدة، لكن هو مشغول جدا بمسألة التجربة السياسية المصرية، الانتخابات الرئاسية، الانتخابات البرلمانية في وقت من الأوقات، وهو قريب بالمناسبة هي انتخابات المحلية، وعاوز يشوف المصريين يقبلوا على الانتخابات ولا لا، وحجم الاقبال عامل ازاي، ويا ترى هل ترى التصويت بتبقى نتائجه ايه. يعني ما تتصورش ان المشهد منتهي عند هذا الحد الا وهو صناديق الاقتراع، فيبقى جمعه سبت حد وبعد كده خلاص. لا، ده هم هيستنوا كمان النتائج، وعاوزين يشوفوا النسب بتاعه الاقبال بقى المعلنه، وعاوزين يشوفوا يا ترى التصويت زي ما كنت بقول لك الاسبوع اللي فات الاوزان الانتخابيه عامله ازاي، يا ترى المرشح السيد عبد الفتاح السيسي واخد نسبه قد ايه من اصوات المصريين في الخارج، المرشح السيد فريد زهران واخد قد ايه، المرشح السيد عبد السند يمامه واخد قد ايه، المرشح السيد حازم عمر واخد قد ايه. هم عاوزين يشوفوا الإقبال عامل إزاي وعلى مين، والأوزان إزاي وما إلى ذلك. خليني أخد معانا على التليفون أستاذة سحر رمزي، منسق عام حملة مواطن لدعم الوطن في هولندا. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا. عايزين نتكلم معاكي، نعرف منك مشهد أكثر تفصيلا، المشهد الانتخابي عندكم في هولندا عامل إزاي؟ والله يا فندم احنا بنسميه عرس انتخابي، الحقيقه فرحه غارمه من المصريين في الخارج وبالذات في هولندا بالعرس الانتخابي. كنا متخيلين قبل الانتخابات ان الناس هتيجي، لو جت مش هتبقى جايه مقتنعه باللي هي بتعمله، او مش هتكون بفرحه غارمه زي اللي احنا شفناه، رغم ان الجو تلج الناس جايه بتغني وبتقول بالاناشيد الوطنيه وماسكه الاعلام واقفه تتصور عند باب السفاره ومصره انها يعني توثق الحدث بكل اشكاله، فجايبه يعني الاسره جايه بالكامل. وكان لافت الانتباه لوجود المراه المصريه كان بشكل محترم جدا وفعال جدا، الشباب كبار السن. الحقيقه يعني بالفعل يعني النماذج اللي جت كانت بتاكد ان مصر يعني ابنائها في الوطن، ابنائها خارج الوطن، هم نفسهم ابناء داخل الوطن، كلهم على قلب رجل واحد في الحفاظ على الوطن وعلى اسم الوطن وعلى ان احنا نظهر قدام العالم كلهم ان احنا بنفعل الشعوب يعني شعب واحد ودم واحد وكلنا ورا وطننا. احنا يمكن اليوم النهارده تقريبا خلص، ويمكن ده اول يوم اجازه عندكم في الويك اند، بس لسه في بكره هتستمر الانتخابات وهو بقى اجازه من اوله لحد اخره. تتوقع ان الاقبال يبقى ازيد كمان من كده؟ طبعا ان شاء الله. حضرتك النهارده كان في اكتر من اتوبيس جه من محافظات مختلفه من هولندا، في الغد ان شاء الله هيطلع امستردام، عامله يعني اكتر من اتوبيس ميني باص، كم كبير من ان شاء الله من الناخبين هيحضر من امستردام، ده بخلاف المحافظات الرئيسيه في هولندا. هيجي كمان ناس كتير، ازاد ان اهل دناخ اللي هي لاهاي هيجوا بكره بكثافه، يعني هم مظبطين نفسهم ان شاء الله، واحنا عاملين معاهم اتفاقيات ان اليوم اخر يوم في الانتخاب ده اليوم الاحد لانه اجازه وممكن يعني المناخ يكون ارحم شويه، الطقس يكون احسن، هيجي كثافه اكبر من اليوم. الحقيقه كان في عاصفه ثلجيه من شويه، ولكن مع ذلك لحد ما اتقفلت الصناديق كان في ناس في بتؤدي اصواتها وكانت بتستعمل حقها الانتخابي لغايه الساعه 9 الا دقيقتين،
ودي حاجه يعني كانت جميله يعني برغم من العاصفه السلبيه، لكن لم تمنحهم من حقهم الدستوري والمشاركه الانتخابيه بشكل محترم. الناس عندها اصرار حقيقي على الادلاء بالصوت وده شيء رائع. انا بشكرك جدا جدا استاذه سحر، كل الشكر استاذه سحر رمزي، منسق عام حمله مواطن لدعم الوطن في هولندا. يعني عواصف ثلجيه بس برضو الناس عايزه تروح.